سعد الله صباحكم، مطينا عليكم في التغطية لجمهورية سيشل، هذه الجمهورية الجميلة، ولكن بخبركم ليش. بس قبل أن نبتدي بعض النصائح. أول شغلة يا جماعة الخير، لا حد يحجز يوم الجمعة أو السبت، تعالوا يوم الأحد، خلكم تصلون هنا يوم الأحد، تقضون هذا اليوم ريلاكس في الفندق وتبتدون الأكتيفيتيز يوم الاثنين. هذه الجمهورية، جمهورية سيشل مو محتاجة أكثر من 5 أيام، ممكن تلفونها كلها. اليوم جولتنا بتكون في الجزيرة الرئيسية. الآن يا جماعة الخير وصلنا إلى الحديقة الوطنية. هذه الحديقة موجودة في العاصمة فيكتوريا، منتزه مورن سيشيريس الوطنية. هذا واحد من أهم المعالم اللي لازم تزورونها إذا كنتوا في الجزيرة الرئيسية. طبعا هذا المنتزه يشكل تقريبا أو تشكل مساحته 5 الجزيرة هذه. معلومة على السريع، عدد السلاحف في سيشل أكثر عن عدد البشر، تقريبا تعداد جمهورية سيشل 100,000 نسمة موزعين على 115 جزيرة. يا جماعة الواحد لما يكون مرتبط بعائلة تحركاته جدا قليلة وصعبة تكون، لكن عموما الدخول لهذه الحديقة ب $10 للشخص. إذا هذا هو المنظر الجميل للجزيرة الرئيسية اللي هي ماهي. وتلاحظون هنالك يعني الكثير من الجزر اللي تابعة لهذه الجمهورية الجميلة. شوفوا 1 2 3 4 5، في جزر في المنطقة. واحد من الأشياء اللي لازم تعرفونها عن سيشل أنها تسكر الساعة 5، المحلات، الدكاكين، كل شيء. طبعا الكهرباء مالتهم نفس اللي عندنا في الإمارات، ما في داعي تجيبون أدابتر. وشغلة مهمة، لازم ما تنسون تجيبون الأدوية هذه حق القرصات مالت البعوض، أخذنا هذا وايد ممتاز. باكر بإذن الله رحلتنا بتكون وايد مميزة، بنزور جزيرتين، واحدة اسمها برالين والثانية لاديج، مناظر ولا أروع. أتمنى يا جماعة الخير اللي استمتع بجولتنا اليوم ممكن أن يسوي شير حق الحساب، غيره ممكن يستفيد ويستمتع.